اولا كنشكر قناه السفير. الاسم ديالي كريم الدبي، ساكن في اكادير. انا الحلم ديالي هو الغربه. عاودينا على التجربه ديالك مادام انه انت قلتي بانك حضرتي مجموعه من التجارب ديال الهجره ديالك مثلا، عاودينا على التجربه ديالك، كيفاش مرات، شكون اللي شفعك، شكون اللي عطاك المعرفه، كيفاش انطلقتي، شنو طرا لك، عاودينا كاع الحكايه. انا ما شجعني حتى واحد. اولا انا هادير راسي، انا بغيت نخوي هاد البلاد. عرفتي علاش؟ ما كاين لا حقوق، ياك الدستور ياك فيه الحق، كاين الحق، كل واحد عنده حق. فينا هو هاد الحق؟ عطيني انا حق واحد منه. زادوا لنا في الزيت، الماء، الضوء، والوالد. انا الوالد عندك واحد الحق. شنو هو؟ انا حق انك كتهضر. شكون انا دابا تهضر؟ انت حنا من الحقوق، حريه التعبير، كنهضر عادي. كنخرج. مشيتي صافرتي، هذا حق. حق. مشيتي درتي اي حاجه بغيتي، هذا حق. انا الوالد ديالي، الوالد ندور لك. انا من خلي الوالد ديالي، انا في الحجر الصحي، هذه في الحجر الصحي بالسيف. باش تما فاش خلينا نفكر انا في الغربه، داك قال لي السيد دافع داكشي ديال الدعم ديال كوفيد. فين هو الدعم؟ كل واحد كل صباح كريم هاك شوف ليا واش جاني شي كود، كاين شي كود عادي. هادشي باش انا كنفكر في الهجره، انا بين صوفيا، انا بين صوفيا والديا، بين نفكر في الهجره تما، نمشي نعيشها في ديك البلاد. ديك البلاد فيها حقوق. دابا مثلا دابا انا واحد مريض كنمشي للسبيطار عادي باش يداووك هنا في السبيطار، هنا في المغرب خص تحط لهم الشيك ولا الفلوس هي الاولى. اما في اوروبا كيدخلوك كيقادوك صوبو عادي ويداويوك، ما عندكش فلوس سير الله يسهل عليك. كنا كنعرفوا حنا بانهم الشهاده العموميه في المغرب هي مجانيه. كاين اللي مجانيه، كاين الرميد، كارت الرميد، كارت الرميد باش خصك تدخل. حنا ما عندناش كارت الرميد، 30 سنه عندنا كيزرفوك. واخا سميد، واخا كاين عموميه راه كيزرفوك في داك الشيء. راه ما كاينش، راه ما كاين اللي تسوق ليك، ما كاين اللي يعطيك حق تما الا دخلتي. ما كاين والله، ما كانوا عندك ملي كيدخل شي واحد بالفلوس والكونتاكت الطوموبيل وكذا وكذا، راه كيديروا له احترام وكيسبقوا. والطبيب كاين، والطبيب نمشي دا واحد خطره. انا تهرست، راه قالوا لي الطبيب ما كاين، سير تاع الحسن الثاني. راه واه لي اسر. كمل عاودنا على التجربه ديالك. التجربه فاش متى مشيتو؟ انا مشيت ثلاثه المرات وانا ريسكي، ثلاثه المرات كان ريسكي، كان خطط الهجره. مره جوج مرات مشيت هاجرت هنا، مشيت للمرسى ديال اكادير، كان ريسكي جوج مرات تما. ما كنمشيو كنقز الصور، داك الصور راه شويه راه في خطر، كتنزل بحال كتزق طيح راسك، زق ميت لا قدر الله. المرة الثانية تماما نيت، الثالثة مشيت للناظور بنينصر، كنمشي الريسكي على بنينصر، بقيت تما سيمانة صافي ما جابش. يلاه تما تعدو كيحكروا عليك، ما عندكش هادي دير هادي، فهمتي؟ صاحبك قال لنا بأنه تسمع ليه شي واحد. يا خويا هاد الهضرة أنا هاد الهضرة خويا كاع ما بغيت نقولها أنا، ولكن غادي نعاود نقولها. واش تكون تجربة لناس أخرين اللي بغاو يهاجروا؟ خويا راه بين نغربو، درت انا جوج محاولات، درت جوج المحاولات ديال الغربه، وغادي نعاود ان شاء الله. واخا تنصب عليا في زعما مبلغ 9000 درهم، ولكن غادي نعاود ان شاء الله، غادي نهاجر. لان